بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي طالباتي مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات صف 11 أدبي المادة جغرافيا. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. بناتي طالباتي، نتفكر سويا قيمة الشهر المشاركة. قيمة هذا الأسبوع هي القرن. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة تدل على كرم المرء: حسن الخلق، قزم الغيظ، غض الطرف. عليك طالباتي العزيزات أن تتحلى بهذه الصفات الجميلة. والآن درسنا اليوم الثالث في قارة أفريقيا في الوحدة الثانية هي الأنشطة الاقتصادية في قارة أفريقيا. سبق سوف نقوم سويا بقراءة الأهداف: أن تذكر الطالبة أنماط الزراعة في قارة أفريقيا، أن تحدد الطالبة مناطق الزراعة الكثيفة على الخريطة، أن تقارن الطالبة بين الزراعة العلمية والبدائية. طالباتي، سبق أن ذكرنا أن كلمة أنشطة اقتصادية مقصود بها العمل الذي يقوم به النشاط البشري على حسب توافر الموارد المتاحة به في البيئة. هنا في قارة أفريقيا تعد الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في قارة أفريقيا، إذن لأنها تساهم حوالي 30% من الناتج القومي، ويعمل بها 59% من جملة القوى العاملة. يبقى إذن هي تمثل 30% ويعمل بها 59، يعني أي أكثر من منتصف السكان. هيا بنا من خلال هذه الخريطة نتعرف على أنماط الزراعة في قارة أفريقيا. طالباتي، من الملاحظ على الخريطة بعد قراءة مفتاح الخريطة أن أنماط الزراعة في قارة أفريقيا هي الزراعة الكثيفة التي تمثل لنا اللون الأخضر، ثم الزراعة البسيطة وهي اللون الأصفر، ثم الزراعة العلمية وهي اللون الأخضر الفاتح. يبقى من هنا نلاحظ أن تحتل نسبة الزراعة البسيطة أكبر من نسبة الزراعة الكثيفة والعلمية في قارة أفريقيا. تعرف على مناطق الزراعة في قارة أفريقيا مستعين بمفتاح الخريطة. هيا بنا نتعرف على أنماط الزراعة في قارة أفريقيا. 1، الزراعة الكثيفة، الزراعة العلمية، الزراعة البسيطة. عنوان المخطط: أنماط الزراعة في قارة أفريقيا. أحسنتم طالباتي. سوف نقوم بدراسة كل نوع على حدين. الزراعة الكثيفة أين تنتشر؟ نتذكر الخريطة، أو عليك بفتح الكتاب صفحة 118 لتري سويا أو نرى سويا الزراعة الكثيفة. أين تنتشر؟ الزراعة الكثيفة تنتشر في الأماكن أو يتم زراعتها في أماكن متفرقة من قارة أفريقيا، وهي يتم فيها زراعة محاصيل متنوعة مثل القمح، الذرة، تعتمد على الأيدي العاملة الوفيرة. الزراعة الكثيفة طالباتي تنقسم إلى 3 أنواع. ما هما؟ زراعة تعتمد على مياه الأنهار الكبرى مثل وادي النهر النيجر ونهر الأورنج. زراعة تعتمد على مياه الأمطار مثل السواحل الشمالية للقارة. زراعة أيضا تعتمد على المياه الجوفية التي توجد في باطن الأرض وتنتشر في الواحات المصرية بالصحراء الغربية. يبقى إذن هنا نضع سؤال في كتابك صفحة 119: عددي أنواع الزراعة الكثيفة. زراعة تعتمد على مياه الأنهار، زراعة تعتمد على مياه الأمطار، زراعة تعتمد على المياه الجوفية. ننتقل إلى آخر من الزراعة وهي الزراعة العلمية الواسعة. ما هي الزراعة العلمية التي تقوم على أسس علمية وتكون منتشرة؟ من أدخلها إلى قارة أفريقيا؟ الأوروبيون. تعتمد على الآلات لإنتاج محاصيل نقدية. ما المقصود بالمحاصيل النقدية؟ هي المحاصيل التي نقوم بتصديرها للدول الأوروبية. ما هي هذه المحاصيل؟ هي محاصيل مدارية تحتاج درجة حرارة عالية وتتنوع في إنتاجها. أين توجد الزراعة العلمية؟ في غرب أفريقيا، حيث زراعة المطاط ونخيل الزيت والكاكاو. وسط القارة، قصب السكر والفول السوداني. شرق القارة، محصول الشاي. هذه المحاصيل نسميها أو ندع عليها يطلق عليها محاصيل نقدية لأنها قابلة للتصدير. تمام؟ يبقى إذن هنا عليك بوضع سؤال: أين
أين توجد مناطق الزراعة العلمية الواسعة في قارة أفريقيا؟ تمام، ننتقل إلى نوع آخر، الزراعة البسيطة البدائية. البدائية إذا تقوم على الأيدي العاملة، هي زراعة متنقلة على هوامش الغابة الاستوائية، تقوم على إزالة الأشجار على أطراف الغابات وتزرع وتزرع الأرض حتى تفقد خصوبتها، ثم ينتقل المزارعون إلى مناطق أخرى. زراعة الحرق في نطاق السافانا تعتمد على حرق الأعشاب الطبيعية في السافانا للاعتماد على الرماد كمخصب للتربة والأمطار في الري، وأهم المحاصيل الذرة وقصب السكر. هل هذه طلبات للزراعة دي تعتبر الزراعة هذه لها أضرار على البيئة أو على التنمية البيئية؟ نعم، فإن بإزالة الغابات بيساعد على زيادة الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، أيضا زيادة الحرق في نطاق السافانا وكمد مخصب للتربة والأمطار، كل هذه تعتبر استغناء عن المراعي الطبيعية التي ممكن أن يتغذى عليها أو تقوم عليها الثروة الحيوانية. إذا تمثل أخطار عديدة وكثيرة بسبب إزالة الزراعة البسيطة في الزراعة المتنقلة على الغابات الاستوائية أو نطاق السافانا. طالباتي، بعد أن درسنا الزراعة البسيطة والعلمية، هل أنتم على أتم استعداد للمقارنة بينهما؟ تمام طالباتي، أحسنتم. الزراعة العلمية هي أدخل الأوربيون الآلات لإنتاج المحاصيل، أحسنتم. محاصيل مدرية تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة. طيب، مناطق زراعتها غرب أفريقيا في المطاط، يزرع المطاط والكاكاو. تمام، بعد الغرب وسط القارة قصب السكر والفول السوداني، أيضا شرق القارة في الشيل. ننتقل إلى الزراعة البسيطة، أنماط تتميز به زراعة تقوم على إزالة الأشجار على هوامش الغابة الاستوائية، تتم زراعتها حتى تفقد خصوبتها ثم ينتقل المزارعون إلى أماكن أخرى، تعتمد على حرق الأعشاب في نطاق حشائش السافانا، أهم المحاصيل الذرة والقصب. أحسنتم طالب. أسئلة عن مخطط تعديل المحاصيل الزراعية في الزراعة البسيطة، ما هي؟ تمام طالباتي، أهم المحاصيل الذرة وقصب السكر. اذكر المحاصيل النقدية التي يتم زراعتها في غرب أفريقيا، أحسنتم. غرب أفريقيا المطاط والكاكاو. طالباتي، عليك بفتح الكتاب صفحة 119 للمذاكرة ودراسة الإجابة على السؤال. بهذا انتهت حصتنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.